كل حاضنة الأصل إنها تتسع إلى طفل واحد، لكن هنا بنلاقي إنه في ثلاث أطفال في حاضنة واحدة وممكن يصل إلى أربع أطفال في حاضنة واحدة. نحن نعاني من أزمة شديدة وعدد حالات واختطاط شديد، تقريباً 70 حالة وحضانة تهتم أكثر من 20 حالة، وكل حاضن يجب أن يكون عليه طفل واحد، ولكن كما ترى هناك 4 إلى 5 حالات. تم استلام حواضن، وهي الحواضن كتير كتير مهمة لإلنا في إنقاذ مش عشرات الأطفال بل مئات الأطفال. الخدش